يا شيخة اتحدي يا شيخة. تشاهدون في الأوقات التالية. التانية ليه؟ التانية ليه؟ متى يفكر الرجل في الزوجة الثانية؟ متى تقبل المرأة أن تكون زوجة ثانية؟ وإن لم تقبل، هل يصبح الطلاق هو الحل؟ أسباب كثيرة وحلول أخرى في برنامج التانية ليه؟ تشاهدون في الأوقات التالية. الصحة والجمال لون جديد للحياة. هنعد وهنحسب، هنجمع وهنقسم، وهنجيب لكم احصائيات. واي كلام من غير ارقام فهو كلام مستفسر. الاحصائيات بتبرز دايما الجانب الايجابي والسلبيات لاي موضوع. الاحصائيات لازم تكون عن فترة سابقة. الاحصائيات لازم تكون من مصدر موثوق منه. وبرنامجنا احصائيات هيتناول كل مرة احصائية معينة يناقشها مع الضيف للحلقة. والنهاردة برنامجنا احصائيات هيتناول عن احصائيات عن التعداد السكاني بمصر واثره على المجتمع. ويسعدنا النهاردة اننا ارحب بضيفنا الكريم الاستاذ الكاتب حسن بديع، رئيس نائب رئيس تحرير جريدة الاهرام. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. معروف طبعا حضرتك كده العامة والخاصة ان الاحصائيات بتفيد متخذ القرار في الاتجاه السليم. الاحصائية تفيد ايضا في ابراز الجوانب الايجابية والسلبية لاي موضوع معين. النهاردة بنتكلم عن التعداد السكاني واثره على المجتمع في مصر. من خلال اعدادي للحلقة بتاعت احصائيات جبت من البوابة الرئيسية للهيئة العامة للاستعلامات بعض الاحصائيات عاوز اتناولها مع حضرتك بحيث نحللها ونشوف ايجابياتها ايه، سلبياتها ايه، اثارها على المجتمع، الثقافة المجتمعية لهذه الاحصائية ومدورها على الفرد بايه يعني. فنشوف ان شاء الله اول احصائية من الهيئة العامة للكتاب بتقول ايه. الهيئة العامة للكتاب، وده احدث حاجة بتاريخ 21/11/2014، ذكرت على صفحاتها الرئيسية بتقول: وصل تعداد سكان مصر السبت 18/8/2014 الى 95 مليون نسمة، بزيادة مليون نسمة في اقل من 6 اشهر، حيث بلغ عدد المصريين بالداخل 87 مليونا، بينما وصل عدد المغتربين منهم بالخارج وفقا لإحصائيات وزارة الخارجية المصرية إلى 8 ملايين. أحب أسمع توضيح حضرتك ورؤيتك لرقم المليون اللي مصر زادته في أقل من 6 شهور نسمة، مليون نسمة في أقل من 6 أشهر. تحليلك ورؤيتك. يعني هذا الرقم يعني أولا إن إحنا بنزيد ما لا يقل عن 2 مليون في السنة، حد أدنى وربما أكثر. هذا رقم يعني أننا قد تضاعفت نسبة الزيادة السكانية. ففي ستينيات القرن الماضي كنا بنزيد بأقل من مليون، حوالي 900,000 تقريبا في السنة. فالنسبة أخذت في الارتفاع والتصاعد حتى وصلنا
ونحن في الحقبة الثانية من الألفية الثالثة وصلنا إلى أن الزيادة أصبحت 2 مليون أو أكثر من 2 مليون سنويا. إذن نحن في زيادة مستمرة ومتصاعدة ولا تتوقف برغم الكثير من المعوقات الاقتصادية والاجتماعية التي تعوق عملية التزاوج وبالتالي الإنجاب وبالتالي الزيادة السكرية، وبرغم أيضا كثرة المشاكل والأزمات والأمراض، ورغم ذلك فالزيادة متصاعدة، وأعتقد أنها سوف تكون مرشحة لمزيد من التصاعد، وقد نصل ل 3 مليون نسبة الزيادة السكرية في العام الواحد لو استمرنا بنفس الأداء الحالي وبنفس المعدل الحالي خلال العشر سنوات المقبلة. ولا تنسى أن زيادة عدد السكان بيؤدي إلى الزيادة في المواليد، يعني عندما كنا 30 مليون في الستينيات كانت نسبة الزيادة 900 ألف أو أقل، لما وصلنا اليوم إلى 90 مليون أو 87 مليون جوه مصر أو 95 مليون إجمالي جوه وبره، وربما الرقم لا يتسم بالدقة بنسبة 100%، ربما يكون دقيق بنسبة 98%، بس بنسبة 100%، لان في تصرف وفي هجره غير شرعيه، في ناس بره غير مسجلين، اي الخ ادام الاخرى. لكن لو بصينا للنسبه حاليا انها تضاعفت، وتضاعفت من 900 الف الى 2 مليون واكثر، مع زياده نسبه السكان من 30 مليون الى 90 مليون. وبالتالي بالمعدل ده احنا هنزيد 3 مليون بعد 10 سنين في السنه الواحده، ان هيكون تعدادنا في الوقت ده قد وصل الى 120 مليون، وهكذا. يعني النسبه بتزيد، كلما زاد عدد افراد الشعب كلما زادت نسبه المواليد، وده بيترتب عليه اشياء اخرى. تمام. يعني احنا لما بنقول ان مصر في خلال اقل من 6 اشهر زادت مليون، يعني في السنه هنزيد 2 مليون، يعني خلال 10 سنوات اللي جايه هنزيد في السنه اكثر من 3 مليون نسمه. والنسبه المرشحه المزيد هنصل ل 4 مليون 5 مليون لو استمر نفس المعدل الحالي. طيب بما ان حضرتك كاتب ومتابع للاوضاع بصفه عامه، وحضرتك اسم مشهود له في اكثر من مكان في الصحافه، تحليلك للزياده ديت، هل هي اسباب عدم سياسه متبعه من الحكومات مثلا، ولا الا ثقافه في المجتمع لموضوع الانجاب والتعداد وتوفير العمل؟ اسباب كثيره. اول سبب في تقديري، والاول والثاني والثالث ليس من حيث الاهميه، وانما الترتيب. الترتيب، مجرد ترتيب. اول سبب في تقديري ان نسبه الزياده السكانيه ترجع الى ضعف الشديد في برامج التوجيه والتوعيه الموجهه للناس بكشف وتوضيح خطورة الزيادة السكانية على كافة المستويات، على مستوى الدخل القومي، على مستوى الاقتصاد القومي، وعلى مستوى تقدم البلد، وعلى مستوى الأسرة الصغيرة نفسها، وعلى مستوى معاشتها، وعلى مستوى حياتها، ومستوى تعليم أولادها. أنا اكتسبت في تراجع شديد، يعني في كافة المراحل من ستينيات القرن الماضي إلى حد بداية الألفية الثالثة كانت برامج التوعية شديدة وقوية ومكثفة، سواء من الدولة أم من جمعيات متخصصة بتشتغل في هذا المجال، أو من منظمات شعبية بتشتغل في هذا المجال. كل هذا تراجع لأسباب كثيرة، تراجع بشدة، بل كان في فترة من الفترات تمويل أجنبي من بعض الهيئات الأجنبية لتمويل برامج تعليم الناس أو تنظيم الناس مثلا. تمام. وكان في كمان تنوع شديد في وسائل منع الحمل في مراحل مختلفة، وإن كان للأسف بعضها كان بيستخدم على سبيل التجربة في الشعب المصري، كانت حاجات جاية من الخارج، لكنها كلها بشكل أو بآخر ساهمت في الحد قليلا من نسبة التكاثر السكاني. ده سبب. السبب الثاني ان الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العنيفة التي عصفت بالمجتمع المصري في ال 30-35 عام الماضية ما فيش شك، وانتشار الفقر والعوز والحاجة ادى الى ان كثير من الاسر والعائلات في الريف
ابتدت تعتمد على نفسها في انها تكسر من المواليد والاولاد على اساس انهم قوة انتاجية او قوة عمالة قوة تشغيل يساهموا في دخول للاسرة وفي الحفاظ على الحد الادنى من مستوى معاشتها في ظل تفاقم الاوضاع. فالنهاردة اي اب في الريف وفي الصعيد يفرح كثيرا عجب له دول 3 أو 4 أو 5 من الاولاد لانهم في النهاية سواء اولاد او بنات هيشغلهم هيشتغلوا، اللي هيشتغل في الريف واللي هيشتغل في مقهى واللي هيبعث في القاهرة عشان يعمل اي عمل من اعمال الدنيا من الغفر للحراس لاي حاجة وهكذا للبيوت شغلاء اي شيء من هذا يعني افهم من تحليلك للرقم اللي هو المليون في اقل من 6 أشهر النقطة اللي بتتكلم فيها بسبب الفقر ان بقى في ثقافة في المجتمع يزود عدد الاسرة عشان يزود بالدخول مرتبط ثقافة جديدة مرتبط بالفقر الشديد وتراجع دور الدولة في كل المجالات خلال الاعوام الثلاثين الماضية. ومثلا الدولة سحبت من مثلا على سبيل المثال من انها تشغل الناس فتفاقمت مشكلة البطالة في احتياج شديد للحل الفردي فنجد الاسر البسيطة ماذا تفعل الاسر الفقيرة والريفية ماذا تفعل تزود الاولاد والبنات لهم بيستفيدوا بيهم في الموسم جنب القطن في الزراعة في ان شاء الله عمال ترحيل في اي شيء في المجتمع الريفي دي انتشر انعكاس برضو لتراجع دور الدولة وانسحابها من كثير من المجالات المختلفة في المجتمع. فده سبب اخر. السبب الثالث ان الخطاب الديني في السنوات الثلاثين الاخيرة او حتى في السنوات العشرين الاخيرة تقريبا لم يقترب من هذه النقطة. يعني هو كان فاعل وجديد قوي في الستينيات والسبعينيات وربما تمانينيات القرن الماضي ثم بدأ يتراجع يبدو لديه اوليات اخرى او لديه امور اكثر الحاحا فحصل نوع من انواع تراجع التوعية بالنسبة التوعية الدينية في تحديد وتنظيم النسل في تنظيم وليس التحديد في تنظيم النسل ومع الاقل ليس حراما يعني. فده برضو لعب دور لا شك في ذلك برضو من الادوار. ايضا يمكن في سبب غريب قد يبدو غريبا بعض الشيء قد يبدو انه غير مقرر لبعض الناس ان كثرة وتفشي الامراض في المجتمع المصري ادت الى الرغبة في مزيد من التناسل للتعويض. يعني لما يكون في اسره شاب مصاب بفشل كبدي او كلوي او سرطان دي امراض للاسف انتشرت كالوباء في المجتمع المصري في السنوات الاخيره واصبح مصيره محكوم بالموت لا محاله خلال عام او عامين او ثلاثه فبيبقى في دايما التفكير في البديل. هناك سبب اخر ان سن الزواج انخفض كثيرا والنهارده بيتم تزويج القاصرات في الريف سن 13 و12 و14 ودي كارثة أخرى. وسن الزواج للولاد أيضا ما زال رغم إن في أزمة زواج طاحنة في المدن وأزمة زواج طاحنة على مستوى الطبقة المتوسطة وفي ارتفاع في سن الزواج بالنسبة للإناث والذكور في الطبقة المتوسطة وفي أهل المدن يصل إلى سن 35 و40 عام أحيانا لكن في الريف العكس صحيح. في الريف نسبة الزواج شديدة جدا في من هم تحت 20 بغرض ودافع وعامل اقتصادي برضه تمام في النهاية بالدرجة الأولى فدي سبب آخر من الأسباب بالضبط معدل السكان بالضبط من الأسباب اللي بتؤدي لزيادة السكان. أعتقد أن هذه المشكلة لن تحل بشكل جذري وحقيقي لو خلصت النوايا وتم توفير الامكانيات اللازمه من الان من اللحظه دي اللي احنا قاعدين فيها لن تحل بشكل معقول ومقبول يجعل المجتمع يلتقط انفاسه قبل 10 12 عام على الاقل. تمام. يعني تراكم السنوات قبل. تمام. الاحصائيه الثانيه اللي جبتها برضه من على البوابه الرئيسيه للهيئه العامه للاستعلامات بتدينا نبذه تاريخيه بتقول النبذة التاريخية دي بتقول لمصر تاريخ سكاني طويل ينفرد عن غيره بجغرافيته الخاصة التي حصلت الوجود السكاني منذ عهد الفراعنة في هذا الشريط الضيق من وادي النيل والدلتا وحتى يومنا هذا وتمثل المساحة المأهولة للسكان نسبة حوالي 5.3%
من إجمالي المساحة الكلية لمصر، وتبرز التعددات المتعاقبة التي أجريت خلال القرن العشرين أن حجم سكان مصر في تزايد مستمر. المادة التاريخية اللي من على الصفحة الرئيسية للهيئة العامة للاستعلامات في المادة التاريخية بتقول، وهنطلع عند حضرتك في رقم 5.3 اللي السكان في مصر عايشين فيها وباقي المساحة كلها لمصر غير مستغلة. ده بالنظرة الفتحية بسيطة خالص من أيام الفراعنة لغاية هذا وقتنا هذا، 5.3 هي المساحة المستغلة للسكان في مصر، بتقول إن إحنا ما زلنا بنتبع منهج سياسة التوسع الراسي وليس التوسع الأفقي، برغم من المجهودات المبذولة من الحكومات المتعاقبة في إنشاء المدن الجديدة وامتداد الطرق والكباري والمناطق واستصلاح الأراضي إلى آخره. برغم هذه المجهودات إلا إن إحنا ما زلنا عايشين على سرير ضيق اللي هي مساحته 5.3. تحليل حضرتك للرقم ده إيه؟ وشوف حضرتك، هو طبعا نسبة الإجرام ضعيفة جدا اللي بيتواجد عليها المصريين، يعني 5.3 من المساحة الكلية ضعيفة جدا، رغم على فكرة زادت، هي كانت 3% و3.5% و4% إلا وحاجات كده، يعني هي زادت قليلا في السنوات الماضية نسبة 5% و3.3، لكن طبعا ما زالت ضئيلة جدا بالقياس لمساحة مصر الكبيرة. دي ليها أسبابها الكثيرة جدا. أولا إن حركة التعمير واستغلال الصحراء وخلق مجتمعات عمرانية جديدة ما بدأش إلا في أواخر أو منتصف خمسينات القرن الماضي، في مشروع مدينة التحرير في وادي النطرون، في مشروع السد العالي اللي حول أسوان من قرية صغيرة إلى محافظة النهاردة، في بعض المشاريع اللي هي على هذا النطاق. وكان اخيرا في المرحله دي سنه 69 صحراء الهند في نجع حمادي، ان تم تحويلها الى مدينه نجع حمادي دلوقتي بعد انشاء مجمع الالومنيوم الضخم، وكان اول مجمع ينشا في الشرق الاوسط كله في ذلك الوقت، كان نموذج للمجتمع العمراني الزراعي الصناعي المنتج اللي بيتعمل في الصحراء والارض الصحراويه. طبعا الحروب اللي دخلناها والمشاكل الاقتصاديه والتحديات اثرت لا شك، فضلا عن طبيعة المواطن المصري اللي بيقعد جنب المية دايما، لانه منذ فجر التاريخ احنا بلد وادي قاعدين جنب المية، عشان احنا بلد زراعية منذ فجر التاريخ. تفسر ان الكثافة السكانية محدودة جدا في هذه المنطقة لا تتغير منذ فجر التاريخ. لما بدأ التفكير وعقلية المواطن المصري والحكومات المصرية تتغير في ضرورة التوجه نحو الصحراء واستغلالها، بدأ التوسع بعد حرب 73، لكنه توسع في تقديري كان جزئي ومحدود، ان هو اعتمد على انشاء المدن الجديدة، واغلب المدن الجديدة كانت قريبة من القاهرة زي 6 اكتوبر والشيخ زايد والعاشر من رمضان موجودة في محافظة الشرقية، ومدينة عرابي اللي كان تبع الجيش وحاجات بالشكل ده، والنهضة وبتاع، برضو مدن جديدة لكنها قريبة جدا من القاهرة، لا تشكل تعمير حقيقي ولا تشكل نقل للخريطة السكانية بجد. تمام. سأبقى صفحة حضرتك بس معانا اتصال خارجي ونكمل بقية النقطة. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد. بس انا شايف وبحيي الضيف طبعا ضيف حضرتك، شكرا. انا شايف ان احنا بنغرق نفسنا في الحديث عن الاحصائيات، ويعني مش الاحصائيات كاحصائيات، تفسير الزياده السكانيه وهي ليه زادت وكده. يعني انا شايف ان احنا ممكن نستغل الزياده السكانيه دي كثروه زي غيرنا من بلاد كتير زي الصين مثلا، زي بلاد نهضت بثروتها البشريه ما كانش عندها اي ثروه معدنيه مثلا او ما الى ذلك. فانا شايف ان احنا ممكن نخطط للمستقبل بثروتنا البشريه، يعني احسن من نتكلم في ان الزياده السكانيه دي فشل او ما الى ذلك. يعني وانا بحييك مره ثانيه وشكرا سمحتولي بالاتصال. شكرا محمد، رسالتك وضحت، ودي كانت احد محاور الحلقه اللي هنتكلم فيها، وهي
كيفية استغلال الثروة السكانية الموجودة في مصر زي ما أي دول تانية استغلت هذه الثروة عندها مثل الصين ودول أخرى. شاكين أستاذ محمد وتابعنا هتعرف الإجابة. بعد كده هو طبعا احنا المهم هنتكلم فيه ان شاء الله ان شاء الله، لكن بعد كده احنا المشكله ان قعدنا مده كبيره جدا اكثر من 30 سنه لا نتوجه توجه صحيح نحو استغلال المساحات الشاسعه من ارض مصر بحقيقه. وعندما توسعنا توسعنا في مشروع فاشل اسمه الساحل الشمالي، مجموعه قرى سياحيه لا تسكن ولا تستخدم ولا تستغل اكثر من شهرين في العام، وأهدلت فيها ثروة مصر وتم صرف عليها مئات المليارات وربما أكثر من تريليون. وكانت استخدمت في مشاريع حقيقية وإنشاء مشاريع إنتاجية ضخمة واستصلاح حقيقي وغزو حقيقي للصحراء لكان وجه مصر قد تغير تماما، ولكان قد تم حل عشرات من المشكلات اللي بنواجهها. أنا أخلص من حضرتك كده وأفهم إن 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 معدل الاستصلاح الأفقي للسياسات المتبعة على الحكومات السابقة معدل بطيء لا يتناسب مع الزيادة السكانية اللي موجودة في مصر. ده صحيح. ده صحيح. أنا بس عايز أقول حاجة واحدة إن في سمة أمل متصاعد الآن المتزايد في إن إحنا نتجه لاتجاه العلم الصحيح نحو الاستغلال الأمثل للصحراء والمساحات الشاسعة من خلال واحد المعلن من قبل الدولة المصرية في ضرورة وضع خطط تنمية طموحة في سيناء واستغلالها واستثمارها وتحويلها لمنطقة أهلة بالسكان، وهي تستطيع أن تستوعب 5 مليون وأكثر من أهل الوادي وعشرة مليون، ومشروع قناة السويس الجديد ده بيقيم مدينة الإسماعيلية الجديدة وبيقيم مدن أخرى جديدة، ودي بيؤدي إلى تغيير وجه الحياة وممكن تستثمر هناك وتستوعب 2 مليون مواطن ويبقى اتجاه حقيقي للصحراء. مشروع ايضا اللي بيبتدوا فيه فعلا اللي هو بتاع العالمين في الساحل الغربي، وده قد يستوعب من 2.5 مليون ل 3 مليون ويقيم اكبر نهضه زراعيه وصناعيه. تفتكر حياتك بالزيادات اللي بتحصل ديت او التطور اللي بيحصل ده نقدر نواكب الزياده السكانيه المضطرده لا مش هنواكب مش هنواكب، لكن هنحسن الصوره وهنحسن الوضع. عظيم لان التخلف والتأخر ده لعشرات السنين صعب تعالجه السنة من 2 و3. تمام. طيب انا هنتقل للعصاية الثالثة اللي معانا عشان دي برضو ليها عدة نقط عاوزين نناقشها. والعصاية الثالثة بتتكلم على معدلات النمو السكاني برضو في نفس اللي ده هنتكلم فيه من عام 1947 ل 2006. فده الارقام عندي بتقول ان احنا في عام 1947 كان معدل النمو عندنا 1.75%. عام 1960 زاد المعدل شويه بقى معدل نمو 2.34%. عام 1966 المعدل زاد بقى 2.52%. عام 1976 انخفض بقى 1.92%. والرقمين دول عاوز اقف عندهم وحضرتك تقول لي رايك فيهم ايه. وبعدين عند عام 1986 اصبح الرقم 2.75% معدل نمو يعني زاد، وعام 1996 بقى 2.8% يعني 2.8% يعني انخفض، و2006 بقى 2.2% يعني انخفض. السنتين او الفترتين اللي بتكلم فيهم هي الفترات اللي محسوبه كل 10 سنين اللي عاوزين نحللهم ونشوف ايه الاسباب ليها، اللي هي الفتره من 67 ل 76 معدل النمو انخفض بحوالي 0.5%، كان 2.52 اصبح 1.92%. اكيد ده كان ليهم اسباب، وطبعا احنا دخلنا من بعد 66 في حرب 67، فدي حرب الاستنزاف وحرب 73 كانت حروب رباع. يعني هل الحروب اللي حصلت ديت تاثر على النمو السكاني من 2.52%؟ هي تاثر من زاويه اخرى، ما تاثرش من حيث عدد الشهداء، لكن تأثر من حيث انشغال قاعدة عريضة
من الشباب المصري في الحرب وبالتالي تعطل مشروع زواجهم الى ما بعد 74 يعني من 67 ل 76 الزواج تراجع لان الشباب اللي كانوا شهداء لا مش ارقام شهداء الشهداء كلهم في الحروب كلها الخمس ست حروب اللي دخلناها مع الصعيد من 48 ل 73 لا يتجاوز 100,000 بيموتوا في السنه الواحده عندنا في الحوادث شويه سواقين بيموتوا الناس دلوقتي لا هو ان كان الجيش في الوقت ده اكتر من 1,000,000 مقاتل في 30 مليون شعب نعد عالية رقم كبير جدا والشباب ما كانش بيتجوز اللي كان موجود على الجبهة وكان مجند وكان خريج جامعة ولسه ما اشتغلش طب هيتجوز ازاي يعني العملية كانت هادية اتصلت بالظبط مع ان في الوقت ده ايضا كانت زي ما قلت لحضرتك برامج التوعية كانت قوية جدا ومركزة ومكثفة اعلاميا ودينيا وسياسيا فدي لعبة دور بعد كده بس انا عايز اقول لحضرتك حاجة في حاجة خطيرة يعني ممكن تكون الزيادة مثلا يعني السكانية في سنة 80 او 85 او 86 مثلا يعني 3% وفي 2006 انخفضت مثلا يعني الى 2% لكن في حقيقة الامر زيادة السكانية مرجعة لان 3% و 86 كانوا 7 مليون دلوقتي 30% سنة 4 مليون بالنسبة لها فبرضه يعني هي مش بالنسبة للمئوية بس هي بالنسبة لعدد السكان هو احنا قد تكون النسبة المئوية بتقل لكن الزيادة الفعلية الحقيقية تعالج الافراد اللي يزيدوا مرجعة تمام هي مرجعة من ناحية ان مفيش خطط تنموية تستوعب هذه الزيادات ولما تتحول الزيادة السكانية الى قوة خطر على المجتمع يتحولوا ده للمجرمين وعصابات وحاجات بالشكل ده او عبء على المجتمع لما لو في خطة تنموية واسعة تستطيع ان تستوعب الزيادة السكانية تتحول لقوة وطاقات انتاجية هائلة للمجتمع تأخذ به الى الامام تجعلنا دولة كبرى وده يمكن المحور اللي الاخ المشاهد اتكلم فيه من شوية في التليفون انا برضو الاحتلال الرابعة والاخيرة قبل ما نختم لقاءنا الشيخ بتاع حضرتك بتتكلم على انخفاض معدل المواليد ما بين عام 1986 لعام 2003 فبيقول الاحصائية وبرضو بأكد انها من الصفحة الرئيسية للهيئة العامة للتعليمات ان عام 86 انخفض المواليد بنسبة 38% 38% وعام 2000 انخفض بنسبة 27% وعام 2003 انخفض بنسبة 26%. فأكيد انخفاضات المتتالية ديت من عام 1986 ل 2003 ليها تحليل عند حضرتك ورؤية بنسبة المواليد. تمام. يعني زي ما قلت لحضرتك ربما يكون قد أكون متشائم بعض الشيء. انتشار الأمراض وارتفاع سن الزواج قد وارتفاع نسبة العقم وارتفاع نسبة العلاج من تأخر الإنجاب للرجال وللنساء على السواء بحكم ظروف بيئية واجتماعية واقتصادية ومرضية بحكم زيادة نسبة التلوث في الهواء والماء والطعام والهرمونات في الزراعة وغيرها من الأسباب ربما ونسبة سفر كثير من الرجال للخارج لبلدان عربية وغيرها بحثا عن لقمة العيش والرزق فبيؤدي تأخر الإنجاب ربما ده يكون أسباب أدت إلى هذه النسبة لكن زي ما قلت لحضرتك الأدق يعني نشوف نسبة الانخفاض وصلت 27%. طيب بالنسبة اللي قبلها كانت مثلا 30 بس ال 30 كانوا كم واحد وال 27 كم واحد؟ من عالي الإجمال من عالي الإجمال استاذ حسن في احصائيه بقى اخيره كده ممكن اتكلم فيها مع حضرتك بتتكلم عن ارتفع توقع البقاء على قيد الحياه في عام 2002 ل 2003 ما بين الذكور والاناث ذكر حضرتك الذكور في عام 2002 كان العمر المتوسط يعني من 50 ل 67 سنه ارتفع في عام 2003 بالنسبه للذكور من 90 ل 67 تمام الإناث من 90 ل 71 سنة إلى 90 و72 سنة. إيه رأي حضرتك في الإحصائية دي؟ شوف هي دي إحصائية على مستوى العالم كله على فكرة. تمام. على مستوى مصر. في ارتفاع في الأعمار بالنسبة للعالم ككل وليس مصر فقط.
في ارتفاع في نسبة الأعمار للإناث عن الذكور في العالم كله أيضا وليست في مصر فقط. بالنسبة لمصر باعتبارها زي غيرها من دول العالم، ولا شك إن في ارتفاع رغم كثرة الأمراض وتوحشها إلا إن في أيضا ارتفاع نسبي في وسائل العلاج وفي الأدوية الحديثة وفي العلاجات الحديثة والتغلب على أمراض مستعصية، صحيح يعني أمراض جديدة بس وفي إطالة يعني إطالة فترات العلاج بحيث بتوقف بعض الأمراض الفتاكة عند حدها، يعني ما تستفحلش وبتخلص على واحد بسرعة. كل دي أسباب. الوقت بصراحة مر مع حضرتك سريعا، وكان نفسي نكمل بقية الإحصائيات على التعداد السكاني وأسباب إيجابياته وسلبياته، وبشكر حضرتك. أنا عايز أكد في ثانية إن المحور اللي اتكلم فيه المشاهد العزيز محور سليم، وده دور المجتمع كله بقى، الدولة والشعب ازاي يحولوها الى ثروه قوميه ان شاء الله. بشكر حضرتك استاذ حسن بديع نائب رئيس تحرير جريده شكرا. الاهرام شكرا. وبرجع اعزائي المشاهدين وبقول هنعد وهنكتب وهنجمع وهنقسم وهنجيب لكم احصائيات، واي كلام من غير ارقام فهو كلام مستسر. والى اللقاء.